عرضت مديرية الأمن العام خطتها الأمنية للانتخابات النيابية 2020 بحضور وزير الداخلية توفيق الحلال مي ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالتي وعدد من أو عدد من المحافظين في وزارة الداخلية وكبار ضباط الأمن العام. وقدم مساعد مدير الأمن العام للعمليات اجازا أوضح من خلاله اهم عناصر الخطه التي وضعت لحمايه العمليه الامنيه وضمان سيرها منذ لحظه الاقتراع ولحين ولحين اعلان النتائج مبينا اهم محاورها المتركزه على نشر القوه الامنيه وتوزيعها على جميع مرافق العمليه الانتخابيه من جهه او من جهه اخرى اكد الحلال ايضا حرص الحكومه على ان تكون الانتخابات النيابيه المقبله شفافه ونزيهه تعكس اراده الاردنيين باختيار النواب الذين يمثلونهم تمثيلا حقيقيا تحت قبه البرلمان بدوره اكد الحواتم المضية قدما وبكل ثقه وعزم لترجمه التوجيهات الملكيه في انجاح العمليه الانتخابيه مسخرين لتلك الغايه كافه الامكانيات دون السماح باي تجاوز خلال مراحل سير العمليه الانتخابيه فيما اكد الكلال دي ثقه جلاله الملك والشعب الاردني بالاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه وقدرتها على حمايه العمليه الديمقراطيه بكافه مراحلها رغم الظروف التي تشهدها الانتخابات هذا العام في ظل تفشي كورونا